نعمل عيش فينو ونعمله بالشمر، نص كيلو دقيق او 3 كوبايات دقيق، او 3 كوبايات نص كيلو، تمام كده؟ 3 كوبايات من الدقيق، معلقه كبيره من الخميره، معلقه كبيره من الخميره، معلقتين كبار لبن بودره، معانا المقادير ريت نصورها عشان كتير بيسالوا عليها، معلقه سكر، معلقه سكر، ربع كوبايه من الزيت، بيضه، فانيليا، وشمر. 3 كوبايات من الدقيق عليهم معلقه كبيره من الخميره، والله انت تؤمر. معلقه سكر ممكن تكون كبيره برضو، معلقتين كبار من اللبن البودره، ورشه الملح، ربع كوبايه من الزيت، معلقتين لبن بودره، واخدين بالكم عشان انا كده بغذي. انا حطيت هقول تاني العيش الفينو اللي بالشمر، 3 كوبايات من الدقيق، 3 كوبايات من الدقيق، رشه ملح، معلقه سكر، معلقه خميره، معلقتين كبار لبن بودره، ربع كوبايه من الزيت، ونعجن بميه. ماشي كده، ادي كده عجنها بقى عجينه طريه. اطلع بقى ايه الخمرانه ونشكل منها العيش الفينو اللي بالشمره. مستريه ازاي؟ بص بقى، انا بعمل على طول بمسك العجينه لما بتكون خمرانه بتلاقوها على طول بتهبط، عشان كده لو شكلتيها وحطيتيها في الفرن على طول بتلاقيها بتعمل ايه، تطلع مكتومه. طبعا دي نص الكميه اللي انا عاملاها، مش هديك عشان انا مخمره شويه مسوياهم. بصوا كده، خدها كده، ما عجنش فيها كتير بقى، ماشي، ما عجنش فيها كتير. ناخد مثلا دي كده اعملها على ايه، 3 ارغفه، تمام اهي. بصوا كده، وروح ايه بدنا نعملها كده. حاضر، ماشي، وراح واخده النص، اخد حرفها كده وحرفها كده، تمام. وبعد ما اعملهم كلهم بالشكل ده، بص، بحطه على الصينيه كده اللي هخمر عليها قبل ما ادخلها الفرن، بعدها حوالي 20 دقيقه، مش اكتر من كده علشان ما تفرش، يعني اسيبها كده اول ما تضاعف حجمها، والاقيها كده طبعا حسب مكان الدافي اللي انت حاطاه فيها، الاقيها ايه بقت قدها مرتين، خلاص ادخلها على طول تستوي، لان انت لو زبتيها زياده عن كده مثلا ونسيتي وقعدت نص ساعه، ساعه الا ربع، بتلاقي الخميره راحت فرشه بالعرض، عشان كده خلي بالنا. خلاص كده، ادي كده البيضه، شويه فانيليا، طبعا احط لها بيضه او لبن، ممكن تحطي بيضه ممكن تحطي شويه لبن بس، حتى بس البيضه طبعا بتلمع اكتر، بس برضو اللبن حلو، يعني لبن او كريمه او زبادي، كل ده حلو معاها. انا بلمعها وبلزق عليها حبه الشمر الحلوين اللي هحطهم عليها كده، واسيبها بقى تخمر الربع ساعه او العشرين دقيقه، وبعد كده ايه اسويها. بس احط لها شمر كتير، خلي بالك انا بغذيها بالشمر، اوكي، بس كده اسيبها بقى تخمر كده، احطها في مكان دافي جنب الفرن تخمر لمده 20 دقيقه او ربع ساعه حسب المكان الدافي.